بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. أما بعد، بحول الله تعالى جل جلاله وعن منواله، سنحاول الكشف عن بعض أسرار آيات كريمات وردت في سورة الإسراء، وهي تعني غفلتنا هذه الأيام. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ صدق الله العظيم. هكذا يتدوم توري البشر عامة يغلب عليه سوء الأدب مع الله، يعني كانوا الله مش رقيب، كانوا الله مش حسيب، كانوا الله ليس بمطلع على السرائر وأخطر من السرائر. الله سبحانه وتعالى جبار قهار، أين تذهب فأنت تحت السلطان؟ بعيد إن كنت في البحر، ما عنده رب ملايين الطرق لكي ينال الملك البحر ما أراده الله منك أن ينال. ينالك لطمه بأمواج العاتية كالجبال، ينال ظلمته، ينالك قرشه والعياذ بالله، ينالك كما وقع على سيدنا ذنون يعني عليه السلام. لكن رحمة به أن التقمه البال وحوت كبير، سيدنا يونس ذنون صعب الحوت، ما صعب الحوت، هذيك رحمة. لكن وقت تغضب الله أنت معكس كيف سيدنا يونس عليه السلام، كي تغضب الله يجب أن يرسل لك ملا نوع من الحوت، مش سمكة، الحوت الضخم، فيلتهمك وعصارات جهاز الهضمي تهري الإنسان شوية بشوية، يعذب ربي في ظلمة بطن ذلك الحوت وظلمة أمواج البحر عليها وسفلها وظلمة الليالي والعياذ بالله، واضح من ظلمة يا ظلمة والعياذ بالله، وفي ظلمات سكرات الموت بطريقة هذه مرعبة. بحيث الآية دي منخذوها على البساطة، نخذوها بجد، لأن والله يتكلم، لأنه اللي يفيده السلطان واللي يفيده الانتقام والله، واللي يفيده ألوان التعذيب لو والله يريد يضعف التعذيب اللي موجود تو، يضعف ويضعف الجبال يرد ملا كمجرة كاملة، ملايين الشموس يجب من الضرس يرد كالجبال. يعني ربك سبحانه وتعالى إذا كان يحب يعذب إنسان عنده فنون التعذيب من دون أن يظلم، من دون أن يعترض أحد، لا معقب لحكمه. ولهذا وإذا مسكم الضر، ولا المس هنا كناية عن الأمر الذي يضر، الأمر الذي يدخل منا نخاع الشوكي ونخاع العظمي، يدخل لعقر كل خلية، هذا الضر. مسكم الضر مش حكاية تعالى مس الضر، لازم الإنسان يكون عارف بميدان الطب، ميدان الاستعجالي، انظر الاستعجالي شوية وتعرف ما معناه الضر. تدار الإنسان كان واعي فقد وعيه، كان الإنسان بدون ألم ولا الألم يغزوه ويتلون في تعذيبه من 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 قبوله ومن قفاه وعن يمينه وعن شماله. يا ناس ردوا بالكم، مسكم ما ليس كما تتوهمون. وإذا مسكم الضر في البحر، وتعرف هول البحر، تعرف البحر من له سلطان، وتعرف البحر مثل كنا نعرفه الناس حتى السابعون، فما تسخط لوحة ألواح، مش لوحة بل تسخط ملا صخور يجرها ماء البحر وأمواج البحر. يعني مهما تكون ماهر، مهما تكون سباق في السباحة، ومهما تكون عندك كأس العالم في السباحة، ما تجم تعمل حتى شيء بالمهارات هذيك والكفاءات هذيك والتاريخ هذاك، ما تجم تعمل حتى شيء، لأن ربي يقول وإذا مسكم الضر في البحر، يعني العملية المس وبالضر وفي البحر
تتم بأمر الله بدون أن يظلم أحدا أو يغفل عن شرك أحد أو نفاق أحد أو ظلم أحد. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون. شوف شو المصيبة، يعني من ستدعو؟ كنتم توكلين عليه قبل من معلم لك السباعة، من أب لك، من خليل لك، من جلدك، كل واحد يشغله بلاه وقت البحر. ظل من تدعون، لأنهم لا سامع إلا الله، ولا معين ولا منجم سوى الله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هؤلاء الاستثمال يقولنا دائما إلا هذه المباركة، مش إلا الأخرى العياذ بالله يجيب المشاكل. اللي مثلا دائما كل شرع إلا شرع الله، كما يقولوا توا العاهرات وأشباه الرجال، كل شيء نقبلوه إلى الإسلام، وكل ما يتحدث باسم الإخوان فهو إنسان مجرم، فهو يتعمد تخريب البلاد. من أين لكم هذه الأدلة؟ من أين لكم هذه الأحكام؟ ويرد بالكم الله المسألة اختلط الحابل بالنابل، ولابد أن نرجع إلى كلام الله العزيز، قرآن وحديث القدسية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، لكي نأخذ البوصلة الصحيحة وقت نشق طريقنا نحو النجاة والرسيو على شاطئ السلامة. ردوا بالكم رأينا كلنا مهددون، كلنا إذا كمش نغفلوا ورأي تجب تكلفنا غالية الدنيا وآخرة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم. شو الوقاحة متاع الإنسان وقلة خيره؟ فلما نجاكم، ما قال ظل من تدعون إلا إياه، آية تنسيت. ما نعرفوا المنافقين، نقول لك أنا ما نشبه ربي، تو تضرب صعقة في مخه ولا في قلبه، وإذا كان مازال واعي يقول يا الله رغم أنت، لأن وقتها ما عنده حتى حيلة أخرى. قبل في الوسع الأرض المجرية، لكن وقت الأرض تسلط عليها ضوء سيارة تحبس تشل، لأنه كل تسليط الضوء هذاك يفرعس لها المخ، فإذا بين العضلة تاعها ما عادش تخدم، وإذا مش تنالها بسهولة ما دام كنت مركز الضوء. هنا الناس من الوطاية تاعهم وقت اللي يجيهم البلاء ويطلبوا النجاة على أساس رانا مش نرجعوا للطريق الصحيح، وما يكذبوا. قال فلما نجاكم إلى البر، يعني وحتى النجاة إلى البر مش معناها النجاة النهائية المضمونة، بل هي نجاة المرحلية، قد تليها منها تورطات، قد تليها عذابات. إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. شوف دائما الإنسان يقلب يقولوا الفيستا، شوف كيفاش يخدم بوجهين، كيف جانيوس هذا جانيوس شخصية خيالية تقريبا عند اليونان، تعتبرك شخصية هذيك تعطيك وجه وقفال وجه عكسه تمام، يعني يخدم بوجهين. وعلاش المنافق دارك من أسفل من النار؟ لأنه المخدم بوجهين ما تجمش تتعامل معاه، يغشك في كل وقت، يغرر بيك في كل وقت، يكذب عليك في كل وقت، يهينك في كل وقت، يستعمل في كل وقت، لأن ما عندكش باش تربطه. فهمتوا علاش يعذب ربي العذاب نتاعه؟ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هنا أعرضتم يعني عندهم صفة النفاق، تجي من هنا تبتهل إلى الله وتلوج خلاص، وانتقلت إلى البر وإلى أهلك، وسلمت من الغرق، وسلمت من الجراح، وسلمت من الخوف اللي يرجك، وبعد ترجع لسيرتك الأولى. فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أي واحد يجب يكفر بنعمة الله، ما يجبش يوصل كفر الإنسان، لأن الإنسان حاز كل خيرات ربي في الخلق والخلق ومن جميع ما، وربي ما يكشف له شحوال، وربي يعظم له أجر حين يتوب ويبدل له سيئات وحسنات، ومع ذلك ليكفر بالنعمة. هو الإنسان أخيب من مخلوق عند الله، أنا إذا كان من حاد الطريق هو الإنسان، وأعظم مخلوق عند الله هو الإنسان، يشد طريق السلام، طريقة التوحيد، طريقة الأمانة، طريقة النظافة والعفافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضاه.